134 منطقة ضلع على مستوى الولاية كلها تمست حوالي 4100 عائلة استفادت من هذه الإعانة، مساهمة الكثير من رجال أعمال، مستثمرين، جمعيات، ساهموا مواطنين في جميع الميادين. على كل حال العملية في مناطق الضلع انتهت، ولكن ستستمر فيما يخص المحتاجين، وفيه عملية كبيرة نقوم بها في الأيام المقبلة إن شاء الله.